شكونهم؟ نحكيو في شكونهم اليوم على واحدة من أعظم الشخصيات الإنسانية في القرن العشرين. نحكيو على الأم تيريزا اللي تولدت في 26 أوت 1910 وتوفيت في 5 سبتمبر 1997. تولدت الأم تيريزا في قرية سوكوجيا من عائلة مدينة أصلها من ألبانيا وهاجرت اليوغوسلافيا. بوها متعهد بناء وأمها ربة منزل. قرأت في بداية حياتها في مدرسة لليسوعيين في الرهابنية اليسوعية اليوغوسلافية. توفى والدها وعمرها 10 سنوات، وعام 1928 تم إرسالها لإيرلندا للدراسة والتأهيل الديني. دخلت بعدها لسلك الرهبنة، وعام 1937 نظرت نفسها وليت الأم تيريزا وبدأت رحلة الاهتمام أكثر بالأطفال المهملين والفقراء والمساكين. وهاجرت للهند باش تعلم الرهبنة، ومن بعد تم إرسالها لكالكتا باش تقري في مدرسة القديسة ماريا ثانوية للفتيات المتخصصة في تعليم الفتيات من العائلات الفقيرة. وفي سبتمبر 1946 خذت قرار باش تبعد على التدريس وتتفرغ للعمل الاجتماعي الخيري في الأحياء الفقيرة في كالكتا. ونحات لبسة الرهابنة ولبسة الساري الأزرق والأبيض اللي قعدت بيها حياتها كاملة وتعرفت به. وبدأت الأم تيريزا بإنشاء المدارس في الهواء الطلق لتعليم الفقراء وبناء المساكن في المباني المهجورة، لأنه الإمكانيات وقتها كانت محدودة. وأسست جمعية الإرساليات الخيرية اللي انضموا لها بعد برشا راهبات كانوا متأثرين بالأم تيريزا. وبدأت تجي وتكثر التبرعات وزادت الأعمال الخيرية وتوسعت. وفي عام 1979 تحصلت الأم تيريزا على جائزة نوبل للسلام على الأعمال الخيرية متاحة. توفيت الأم تيريزا عام 1997 بعد ما وصل لعدد أعضاء جمعية الإرساليات الخيرية 4000 عضو وألاف المتطوعين من أكثر من 600 فرع في 123 دولة في العالم. هذه هي الأم تيريزا، أسطورة العمل الإنساني والخيري اللي عرفها العالم.